long A sound. عموما احنا عرفنا ان احنا عندنا في 5 vowels, في 5 حروف شائية بتتشد وتتمط وتتحرك وتتمد معايا في النطق. الحروف الشائية اللي هما مين؟ A, E, I, O, U. تمام كده؟ الحروف الشائية دي هي ليها يعني بسمع المد بتاعها, المد بتاعها يا اما المد بيكون قصير, قصير ده بسميه short vowel. تمام كده؟ والمد بتاعي يا اما بيكون طويل وده بسميه long vowel. طب ابني ازاي يقدر يميز او يفرق بين المد القصير والمد الطويل, ما بين الشورت وبين اللونج؟ حاجتين ملهمش تالت. اول حاجه الشورت بقى, الشورت انا بسمع فيها صوت الحرف, بسمع فيها صوت الحرف, صوت الحرف بسمعه في الكلمه. يعني حرف الاي بسمع صوته في الكلمه بيقول ا زي مثلا كات, كات. سبع حرف الاي بيقول ا ساوند. حرف الاي بيقول ايه, ايه زي مثلا كلمه نات, بان, بان. سمعت ايه ساوند في كلمه بان اللي هي معناها قلم. ها الاي بسمع فيها الحرف الاي بيتنطق ايه ساوند, قريب قوي شويه من شورت اي. يبقى الشورت اي والشورت اي قريبين شويه من بعض, الفرق بس حاجتين. شورت اي بقول ايه 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 زي بان, شورت اي بقول ايه ايه زي فاج, فاج, ف ف ف فاج, بان, بان, بان. فهنا في بكسر شويه سيكا. تمام كده؟ شورت او بسمع حرف الاو بيقول او, او, بسمع صوته في الكلمه بيقول او. شورت يو بيقول بطني بتوجعني بقى ودماغي وجعاني بيقول اه اه اه. تمام كده؟ بيدل على الالم, زي مثلا عايز اقول بج, بج, رج, صن. اي اه سمعت الاه ساوند في كلمه صن. يبقى احنا كده عرفنا الشورت باول دي اول حاجه, اول حاجه اللي انا بسمع صوته في الكلمه. تاني حاجه ان انا بلاقيه لوحده, بلاقي الحرف الباول لوحده في الكلمه وهو واقع ما بين حرفين كونسوننت, ما بين حرفين ساكنين, زي كلمه هات مثلا. كلمه هات هنا الحرف الاي هو الحرف الباول الوحيد اللي موجود في الكلمه, واقع ما بين حرفين ساكنين هو الحرف الاي الاتش وحرف التي, واقع بين الحرفين دول في النص. يبقى الحرف الباول اولا عشان اعرف هو شورت ولا لونج, اول حاجه احنا قلنا ايه بنسمع صوته في الكلمه, وتاني حاجه بلاقيه لوحده في الكلمه. اما بقى اللونج باول كده, ان انا بلاقي الحرف الباول بيكون معايا حرف تاني باول, تلاقيه كده يعني غلس بقى قاعد واحد تاني معاه. تمام كده؟ يعني هو مش قاعد لوحده يعني, لا ده في حرف باول تاني موجود معاه في الكلمه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا بسمع الحرف الباول بيتنطق باسمه. يعني ايه؟ يعني حرف الاي بيتنطق اي ساوند, زي كلمه تيك, ميك, رين اهو, والنون المد طويل بيتشد معايا. بص رين, عماله شده 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 في النطق بتاعي. تمام كده؟ يبقى حرف الاي انا سمعت ايه؟ اسمه في الكلمه. حرف الاي سمعت اسمه في الكلمه, زي كلمه تري, تري, فري. تمام كده؟ سمعت حرف الاي بيتنطق اي ساوند. حرف الاي سمعت اسمه في الكلمة, زي كلمة light, night, fight. تمام كده؟ right. تمام؟ فأنا سمعت حرف الأي pine, فحرف الأي بيتنطق I sound, سمعت الأي بيتنطق باسمه I في الكلمة. wrong O بسمع حرف الأو بيتنطق O sound في الكلمة, سمعت اسمه في الكلمة بيقول او. كلمة بلو, بلو. أما بقى اللونج يو آخر حاجة, هو ليه تو ساوندز, ليه صوتين لونج يو بالذات. يبقى ليه صوتين, الصوت الأولاني بيتنطق يو ساوند في الكلمة, زي ميوت, كيوت, فاليو هنا بنطقة يو عادي جدا. والصوت التاني بيتنطق او ساوند في الكلمة, او,
زي مثلا كلمة ايه افتكر بقى كلمة ايه. بسم الله float float تمام كده. فاليو هنا اتنطقت او ساوند في الكلمة. فاللونج او واللونج يو بالذات في حروف كده قريبة من بعض شوية بتديني او ساوند. طيب تعالي بينا كده خلاص احنا عرفنا كده الفرق بين الشورت واللونج، عرفنا الفرق عشان طبعا امك هيقول لك الفرق ازاي يا ماما. لا يا حبيبي خلاص عرفنا الموضوع ده. الشورت انا بسمع فيها صوت الحرف، اللونج بسمع فيها اسم الحرف في الكلمة. تمام. تاني حاجة الشورت بيكون حرف باول لوحده في الكلمة، مفيش حرف تاني معاه. اما اللونج في حرف تاني طبعا للأسف يعني قاعد معاه في الكلمة. تمام كده. عشان يتنطق لونج يتنطق باسمه لازم يكون في حرف تاني قاعد معاه في الكلمة.